أهلا بكم، حرصا منها على تقديم الأفضل ولضمان استمرارية التموين بالكهرباء، قطعت شركة صنع الغاز بفرعيها شركة التوزيع وشركة النقل أشواطا كبيرة في مجال التدخل لتصليح الأعطاب تحت التوتر العالي والمنخفض والمتوسط دون قطع الكهرباء عن الزبائن. مهام صعبة ومعقدة يقوم بها هؤلاء الأعوان، وهذا ما نتعرف عليه في عدد اليوم من 24 ساعة. أينما رحلت وارتحلت في أرجاء وطننا الشاسع، تقابلك أعمدة الكهرباء المتراصة الواحدة تلو الآخر على أن تصل إلى آخر نقطة من تراب الجزائر، مشكلة بذلك شبكة كهربائية تغطي 98% من تراب الوطن. يبلغ طول شبكة الكهرباء بالجزائر 357,185 كيلومتر، موزعة على 4 نواحي للتوزيع. الهدف البلوغ إلى التموين الدائم والمستمر بالطاقة الكهربائية. الشركة لن تلجأ لقطع التيار الكهربائي على الزبائن، وبالتالي الفرق تاعنا تتدخل تحت التوتر. يعني الأشغال هذه تقوم بها متعاملين من مجمع صنع الغاز. المتعامل الأول وهو الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز صادق، عندها تقريبا إلى حد الآن 18 فرقة على المستوى الوطني، وهناك أيضا الزملاء لشركة شركة تسيير شبكة نقل الكهرباء GRTU، عندهم فرق تقنية حتى هم يتدخلون تحت التوتر، يعني 220 ضغط 220 و400 كيلو فولت. ولاية عنابة من أكبر المدن الجزائرية وإحدى أهم المناطق المكونة لناحية التوزيع للشرق. هؤلاء هم فرق الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز للتدخل تحت التوتر المستمر. مهامهم تصليح الأعطاب التي تمس الشبكة في كل الظروف ومختلف الأماكن والأوقات دون الحاجة إلى قطع التيار الكهربائي. هذه المهام جد صعبة ومعقدة، تتطلب الكفاءة اللازمة والتركيز العالي، فأدنى خطأ قد يؤدي بصاحبه إلى ما لا يحمد عقباه. هذه فرقة تكونت في ليكول تكنيك عين مليلة ليفاك، أول فرقة تكونت في ليكول هاي في 1998، والحمد لله الفرقة ما زالت ما لاستاتي تاعها والبرق ما زال ماشي الحمد لله. اليوم الفرقة ستقوم باستبدال قاطع يدوي تالف يمثل نقطة ضعف في الشبكة الكهربائية، واستبداله بقاطع يدوي جديد في الأيام المقبلة. المحطة الجوية مطار عنبة وحدات إنتاج منطقة صناعية، وبالتالي نتفادى قطع التيار الكهربائي، لذلك يتم تدخل الفرقة فرقة الأشغال تحت التوتر، وهي الفرقة الأولى بالنسبة على مستوى الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز صدق. من ولاية عنابة إلى ولاية سطيف، ودائما مع شركة توزيع الكهرباء والغاز، فرق التدخل مستعدة على قدم وساق لأداء مهامها الصعبة والدقيقة. يسمح التدخل لتصليح الأعطاب تحت التوتر العالي دون قطع التيار، يسمح بضمان استمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية حتى في حالة حدوث عطب على مستوى الشبكة. هذه التقنية وإضافة لأثارها الإيجابي على المستهلك العادي، فإن مزاياها الأخرى عديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني
من خلال ضمان استمرارية التموين بالكهرباء بالنسبة للمناطق الصناعية، حيث لا تضطر المصانع لتوقيف نشاطها بسبب خلل أو عطب يصيب الشبكة. من خلال العملية هذه واللي هي حوالي 3 إلى 4 عمليات يومياً، حوالي ما يفوق 80 تدخل شهريا، واللي من خلاله نربح طاقة غير موزعة تفوق 400 مليون واط، وخاصة مثل هذه العمليات المراد منها هو الاستمرارية في الخدمة، لأن الكيلوواتر اللي ما يتجاوز معدل 4 دينار، بينما كإنتاج يفوت حتى 600 دينار جزائري فيما يخص المؤسسات المنتجة. للتطورات الحاصلة وبهدف تحسين الخدمة الموجهة للزبائن وضمان استمرارية التموين بالتيار الكهربائي، وضعت فرق TST فرق التدخل تحت التوتر العالي، وهذه الفرق مكونة من 6 عمال مؤهلين ومجهزين بكل المعدات اللازمة والأمنية لتدخلاتهم وعمليات الصيانة التي تتم مباشرة على الشبكة الكهربائية. الغاية من هذه الخدمة هو توفير راحة الزبون، توفير راحة الزبون بعدم حدوث اضطرابات في التموين بالتيار الكهربائي حتى أثناء عمليات الإصلاح والتدخلات، وبالتالي الزبون ما يتأثرش، وخاصة لاسيما المؤسسات المنتجة. يعني كنا نلجؤ لقطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال الصيانة ولا أشغال تصليح الأعطاب، أما في باستعمال هذه التقنية يعني التدخل تحت التوتر، يعني الزبون هو أكبر المستفيدين، لأنه هناك هنا أنه يقدر يقوم بأشغاله 24 ساعة على 24 دون قطع التيار الكهربائي. اليوم احنا متواجدين بمركز المراقبة والتحكم عن المعد الخاص بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة. هذا المركز الذي يعمل بنظام سكادا، وهو نظام حديث الذي قامت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بإحداثه، وهذا للتحكم في الشبكة الكهربائية. هذا التحكم يمكن من خلاله أولا المعرفة الآنية لكل مؤشرات الشبكة من شدة التيار وقوة التوتر، ثانيا التحكم عن بعد في كل إيصال وإرجاع الكهرباء من كل القواطع الكهربائية للشبكة، ثالثا سي لانستونتينيتي والإسراع في لا ديتيكسيون دو نو بوين دو ديفو إيلوزوراسيون دو ديفو وإرجاع الكهرباء للعدد الكبير للمواطنين. لا سي نيميرو دو فاكتور ايتابلي لو ريفيرونس بي دي ال نيميرو يبدا ب 19 مادام. يتم من خلال مركز اتصال قسنطينة تلقي مكالمات الزبائن ومختلف الانشغالات سواء كانت كهربائية غازية أو تجارية. إذن هذا المركز راهو مركز وطني يعد من أحد 4 المراكز المتواجدة عبر التراب الوطني، يتم من خلاله تلقي أي انشغال ولو كان من أقصى الجنوب وإرساله إلى المصالح الخاصة للتكفل به فوراً. إذا
إضافة إلى الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ساداك، فإن الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء جيرتيو تطلع بمهام أخرى في مجال نقل الكهرباء، حيث تعتبر الرابط الأساسي والوسيط بين عملية إنتاج الكهرباء وعملية التوزيع. الوحدة هذه هي من بين 6 وحدات متواجدة على 5 وحدات متواجدة على التراب الوطني، كاين وحدة عنابة الجزائر العاصمة، وهران، حاسي مسعود، وسطيف. هذه الوحدة تقوم باستغلال وصيانة وتشارك في تطوير شركة شبكة الكهربائية ذات الضغط العالي من 60 كيلو فولت إلى 400 كيلو فولت. تقوم الشركة من جهتها بأعمال وأشغال متواصلة من طرف فرقها التقنية للتدخل تحت التوتر العالي بهدف تحسين التموين بهذه الطاقة الحيوية. عمليات التدخل هذه ورغم صعوبتها إلا أنها تعتبر أقل ضرراً من عدد الحوادث المسجلة، إذ أن العون محل التدخل يكون في كامل تركيزه وهو يعلم أنه تحت 30,000 كيلو فولت. خرجوا للماتية نيسيسير بور لوبيراسيون ونبداو نديروا البريباراسيون سول، كل واحد نعطيو لاطاج تاعو اللي يخدمها الفوق وصول ثاني، ونبداو نفيريفيو الماتيريال فيريفيكاسيون فيزو باسكو الماتيريال تري سوفيستيكي ماتيريال سنسيبل نفيريفيو باسكو رانا نخدمو سو تونسيون. بعد لا بريباراسيون سول نديزينيو ليزاجون يخدمو اون اوتور في السيبور. بون في لوبيراسيون هذه عندنا الشونجمون تاع ستوك بريد هذا لوتي، بون عندي راه بوتونسيال لاجون يروح اون كونتاكت طول مع التريسيتي. والله اشغال عمل تحت التوتر تتطلب بالدقه والتفاهم بين العمال، وخاصة العمل بالإشارات خاطر ما نخدمه بدون انقطاع الكهرباء، ولهذا تكون بيناتنا يكون اتصال، يكون مليح متفاهمين في العمل ويكون لا كويرونس انتر لي زاجون. هي تقنية تستعمل لتوصيل الشبكات واستغلال وصيانة الشبكات دون قطع الخدمة، كذلك مع ضمان سلامة العمال. حاليا الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء المعروفة بجيرتيو لها استقلالية تامة في هذا الميدان وفي هذه التقنية. عمل جد وصعب، والحمد لله يعني هناك ديسيسيون دو فورماسيون و ديسيسيون دو ريسيكلاج كون في بور نو ترافايور، يعني انه العمال تاعنا كل 6 أشهر ملزمون باش يعاودوا يرجعوا للمدارس تاعنا اللي على مستوى عين مليله ولا البوليده لاعاده تاهيلهم، يعني وهذه يعني نقطه جد مهمة حفاظا على سلامتهم،
لانه اليوم احنا اول حاجه اللي تهمنا هي صحه وسلامه العامل تاعنا. التدخل تحت التوتر العالي يتطلب كفاءة كبيرة وتركيز عال، وهو ما يستلزم التكوين الدائم والرسكلة المستمرة لهؤلاء الأعوان المكلفين بإنجاز هذا العمل الدقيق. معهد التكوين في الكهرباء والغاز بعين مليلة يقدم المهارات اللازمة لهؤلاء الأعوان وتحيين معارفهم في هذا المجال. مركز التكوين عين مليلة متخصص منذ افتتاحه في سنة 86 في التكوين لعمال وإطارات مؤسسة صنع الغاز من 86 في مجال الميتي تاع المؤسسة اللي هو الكهرباء والغاز. عندنا عدة برامج متخصصة اللي فيها تكوين تاع مدة طويلة الناس اللي يكون الإجابة على احتياجات التوظيفية والتكوينية للمؤسسات ومديريات التابعة لمؤسسة صنع الغاز. من أجل تكوين عمال المجمع ودعم معارفهم وخبراتهم وجد هذا المعهد الذي يطلع بمهام عديدة بمختلف التخصصات أهمها التدخل لإصلاح الأعطاب تحت الضغط العالي. المعهد متواجد بثلاث مناطق عبر الوطن: معهد البليدة، معهد بن عكنون بالعاصمة، وهذا المعهد بمدينة عين مليلة. Bon, c'est une formation de spécialisation, c'est une nouvelle technique d'éjectation de gaz. La technique permet de travailler sur le réseau HTA sans couper l'électricité. C'est-à-dire que les abonnés sont satisfaits parce que du moment que l'énergie est véhiculée vers l'abonné, la sécurité est à le personnel aussi, parce que depuis l'instauration de la technique de travaux de suspension, il y a eu zéro accident d'origine électrique. Oui. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « Mieux vaut travailler sous tension en le sachant que travailler hors tension en le croyant. » L'équipe qui est en c'est l'équipe d'Alger. C'est l'équipe d'Alger qui sont en formation. On assure les travaux pratiques, des travaux sous tension, HTA, au niveau du centre de formation Ain Mulila. La formation fait deux phases, qui est une phase académique et phase de spécialisation. La phase académique, ça sera pratiquement 5 semaines et la phase de spécialisation cette semaine. Cette formation, quand on a déjà avant, quand on a une idée عليها par d'autres formateurs qui nous ont des formations, كانوا toujours يكسرونا شغل محفزيننا عليها. فهمت كيف؟ شغل عطاونا une idée, شغل غير طاحتنا l'opportunité باش نكسيديو لهاد لا فورماسيون, on a saisi l'occasion. دوزنا على دي تيست باش لحقنا لهنايا وكانوا فيها محفزات من جهة طريقة العمل لانه طريقه كلش مبرمج. كي تكون حاجه مبرمجه راح تخدمها الاز راح تخدمها تاخذ لها كاع وقتك, وهذا الشيء هذا كاع يمنع من عده حوادث. والحاجه الثانيه المهنه هذه فيها ايجابيه بالنسبه للعامل وفيها ايجابيه بالنسبه للمواطن الكريم. التكوين هذا سيت اون فورماسيون en travaux sous tension, c'est un métier noble. Dina Lahna, comme en qualité de technicien opérateur. C'est une évaluation à notre carrière.
كنا في تخصص اللي هو لا ديستريبيسيون دي ليكتريسيتي باسكو نقدر نقول كنا اون باس طونسيون او نيفو دي ديستريكت مانتنون اون ايفاليي نقدر نقول لك نوتر كارير بهاد لا فورماسيون هادي دي طرافو سو طونسيون L'ensemble de la triangulation, elle est stable et surdimensionnée. Bien. Donc, on va pratiquer avec les informations à cas. On va les pratiquer sur le terrain. Nous jouons maintenant sur le terrain. C'est bon ? C'est bon, Charles. Voilà. C'est l'atelier tel les TST. C'est un matériel spécifique aux travaux sous tension, comme vous pouvez le voir. C'est un atelier d'une superficie pas moins de 40 mètres carrés. C'est la superficie elle est réglementaire, donc doit être aérée, doit être climatisée, parce que c'est un matériel spécifique et quand il sort, bébé. Donc il faut un microclimat adapté au matériel TST pour qu'il ne puisse pas se détériorer. دونك ليكيب اللي كنتو تشوفوا فيها في لاصال هيك جاوا رفدوا الماتيريال تاعهم لنا وخرجوا سير شونتي بور اونطامي لا تروازيام اوبيراسيون تاعهم سو تونسيون. أنا كمدير تاع المؤسسة التكوين مركز تكوين عين مليلة وكذا عضو في اللجنة الوطنية للأشغال تحت الجهد ولا تحت التوتر نمثل مؤسسة ليفاق في هذه اللجنة. التمثيل تاعي يكمن في تحيين برامج ودفاتر الشروط التكوينية. من أجل تنظيم أنجع لعمليات الفرق التقنية وجدت اللجنة الدائمة المكلفة بمتابعة الأشغال تحت التوتر العالي. تتكون اللجنة من المدراء العامين لمختلف فروع المجمع والتي تجتمع بصفة دورية للنظر في متطلبات هؤلاء الأواني والإطارات من أجل ضمان سيرورة أفضل لهذه التقنية المعقدة. يعني اللجنة هذه أسست تبعا للقرار رقم 11 المؤرق في 18/1/2019 أترأسها كرئيس اللجنة وأيضا رئيس الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، يعني ممثلين من وزارة الطاقة والمناجم، هناك ممثلين من فروع صنع الغاز كشركة تسير النقل، وممثلين آخرين من لجنة الضبط للكهرباء لا كراك، يعني وهناك ايضا ممثلين من شركة طب العمل لمجمع صنع الغاز. وجود لجنة العمل تحت الجهد permet une continuité permet d'assurer une qualité de service en procédant à l'entretien du réseau sans procéder de coupure d'alimentation. Ce qui réduit quelque part les gênes provoqués aux consommateurs finaux, que sont à la fois les entreprises et les clients résidentiels. أهمية هذه اللجنة أنها تشرف على كيفاش يقولوا إعداد والموافقة على المقاييس اللي تسمح للمتعاملين باش يشتغلوا في هذا المجال من خلال التكوين أو من خلال المخابر اللي رايحة تكون homologué le client de la main. Le fait de ne pas couper les clients, nous sommes dans l'amélioration de la qualité de service et puis
il y a un chiffre d'affaires qui n'est pas perdu. Mais ce sont des travaux qui exposent le travailleur à des risques. اليوم احنا اول حاجه اللي تهمنا هي صحه وسلامه العمل تاعنا، وبالتالي يعني عن طريقكم يعني اوجه شكرا لكل العمال يقوموا بهذه المهام الصعبه. ومؤخرا قمنا بتكريم ثلاثه فرق اللي كانوا هما اللي قاموا بعده اشغال وكانوا متفوقين على زملائهم. كل ما سبق مشاهدته من أشغال تحت التوتر العالي بكل مخاطرها وصعوباتها وتحدياتها هي تضحيات يقوم بها أعوان الشركة وإطاراتها لضمان راحة المواطن ورفاهيته بتوفير التزويد بالطاقة الكهربائية بصفة دائمة ومستمرة.